غادي يصفيها صاحبه وغادي يقبضوا وغادي يدفنوا في بيت. وهذا الشيء على قبل الفلوس العاقه 20 مليون عمات ليه العينين. وكما كنقولوا الروح عزيزه عند الله، البوليس غادي يعوقو به، ولكن حتى دوز 12 عام باش وقع هذا الشيء، وغادي يعوقو به بواحد الطريقه كنشوفوها غير في الافلام. قصة حقيقية وقعت هنا في المغرب، ما تزقلوا والو من القصة، تفرجوا فيها من لبحت الاخر والو، وبارطاجوها مع الاصدقاء تاعكم، حيت الصراحة هاد القصة تستاهل، وهاد القصة كتعطينا عبرة وحكمة في الحياة، هي عمرنا نشقوا في شي حد، ديما نديروا الاحتياط، وما تنساوش الاصدقاء تعطينا واحد اللايك ضروري، الله يكبر بكم، انا خليو لالي الاجرام علاه كنديروا هاد القصص، بيت اي واحد دابا كيشوف يكتب لالي اجرام، ويلا نبداو القصة. يوسف وسمير صحاب اصدقاء من مدينه العيون، وكبروا هاد الجوج بجوج ما كيتفارقوش منين كانوا صغار، لعبوا الكره قاش قاش حابل بي جرا ما خلوهم يلعبوا فاش كانوا صغار، وقراو بجوج ودوزوا الاعدادي وما كانوش كيتفارقوا وكانوا صحاب طه بالصح، وحتى المراهقه دوزوها بجوج ودوزوا البنات والبساله بجوج وما كانوش كيتفارقوا، نقدروا نقولوا باللي كانوا كتر من الخوت، كانوا بحال الدوام، وقراو في نفس الثانوي وقراو بجوج حتى وصلوا لافاك، ولكن البساله غادي تخرج عليهم وغادي تبلاو، وفي هذه الوقيته ولاو مقابلين غير حشيش المخدرات والسلطه، ما بقوش كيمشيو لافاك، ولاو جالسين في راس الحومه ومقابلين الحشيش. وسمير ويوسف بجوجهم دبروا على خدمه حيت تبلاو، ولاو خاصهم فلوس كثيره باش يستهلكوا. وكانوا كل سبت ما يزقلوش شي سبت، كل سبت كيتلاقاو كيجيبوا الحشيش والشراب وكيقصروا مزيان، وكاع الفلوس اللي جمعها في السيمانه كيخسروا نهار السبت. وبقاو هكا سنين وما عارفين غير السلطه والحشيش المخدرات، مره خدامين مره ما خدامينش، ولكن سمير كان ديما كيقول ليوسف شوف اصاحبي يوسف شوف خاصنا نفوتوا هاد البليه ما مسلكش، هاد الشيء راه غيجي عندنا صحتنا وفلوسنا، خاصنا نديروا علاش نرجعوا، خاصنا نديروا شي مستقبل ونديروا شي حاجه ونفوتوا البليه، ولكن يوسف تيقول ليه لا نبقاو عايشين على البواقي علاش بنا نخدموا، ياك في الاخر غير نموتوا، علاش غادي نخدموا غنجمعوا الفلوس وغادي نضربوا تماره، اللهم غير نبوقوا ونبقوا مرتاحين. وداز الشهور تقريبا وبقاو يتلاقاو بجوجهم، حتى واحد النهار سمير طلع عليه هذا الشيء في راسه، جا عند يوسف وقول له شوف اصاحبي انا عندي 27 عام لا خدمه لا ردمه وديما مدابز معمارين الدار، وزيد على هذا الشيء البليه والفلوس ما كايناش والصحه مشات ليا، انا صافي هذا الشيء غادي نفوتو وغادي نبدل حياتي من اليوم ما غنبقاش نبوق. وداك الشيء اللي وقع سمير مع الوقت بدا غادي ينقص شويه البليه بشويه حتى فاته، ما بقاش كيجي البليه بعاد منا، ما بقاش كيدوي مع صاحبو عشيرو اللي من الصغر هو معاه، ماشي ما بقاش كيدوي معاه، كيدوي ولكن نقصوا الهضره بزاف مع يوسف، بقى عاطي هاصليا البواقه والمخدرات. وقدر سمير يلقى واحد الخدمه في لافيراي وبدا كيجمع الفلوس وبعد من القهاوي وشرى واحد الموتور وبدا كيسر عنده الامور، ولكن يوسف العكس تاع سمير، يوسف بقى مقابل غير لالا ومالو تقال غير بسطالي، مقابل غير مخدرات يريح في راس الحومه، الشراب، السير، تجي الفلوس في الخوال الخاوي، وسمير كان قلبه ابيض، كيجي عند صاحبه يوسف يقول له صاحبي فوت البلي انا فتا فوت هذا نتايا ويلا بدل حياتك وندبر لك على خدمه حدايا، اجي خدم معايا وبدل حياتك، ولكن يوسف ما قدرش يفوت البلي، لصقات فيه لصقه وحده ما قدرش يفوتها، وكيشوف شي حاجه ماشي هي هاتيك، واخونا كبرت معاه، سمير انا كبرت معاه منين انا صغير وفي الاخر مشى وخلاني واحد في البلية، وكيجي عندي وتبدا يفهم عليا تيقول لي انت مبلي فوت البلي ولا هو كيفهم عليا، وصافي ما تسرطاش ليه. ويوسف بقى واحد اللي سمير هنا علاش هو مشى وخلاني وقلب عليا، وبدا كيحسد صاحبو سمير وكيشوف راسو لا صحه لا مال، مابقاش حامل يتلاقى معاه، مابقاش حامل يشوفه، وفاش يوسف كيبوخ وكيريح كيبقى تفكر يا صاحبو واه علاش مشى وخلاني، علاش دار لي الصابونه وخلاني واحل، وبقى كيفكر فيه وكيجيو شي افكار غلطه وكيبغي بعض المرات بحال ينتقم منه. حتى لواحد النهار سمير دور لصاحبو يوسف قال له ماك صاحبي يوسف مابقيتي كتسوال ما والو تبدلتي، قال لي شوف اخويا سمير شي عندي دابا انا مريح في القهوه الفلان فلانيه شي عندي دابا راه كنتسناك، ريحو كيتقهواو سمير ويوسف ومع سمير كان ظريف ويسر وكان اللي على قلبه على انسانه ويعاود ليه اش واقع، قال لي شوف اخا يوسف فتحت على واحد لافير واعره واحد لافيراي غادي نضرب فيها 20 مليون كاينه في طنجه،
وغادي تمشي معايا ونقضيو الغارات وقريب انا وياك غادي نتصوفاو وغنديرو الفلوس. وقال لي هاد الهضره هادي معاودتها حتى لشي واحد الدار معاودتهاش ليهم. قلت لهم راه عندي خدمه في طنجه ما قلتلهمش 20 مليون ومعنتا عشيره خويا يوسف اللي تمشي معايا وتقضي معايا الغارات تمشي معايا لطنجه لافيراي وتمشي معايا ونقضيو انا وياك الغارات. وقال لي سمير باللي غادي ندور معاك مزيان اخويا يوسف وفاش جي ندبر لك على شي خدمه. وصافي صاحبو يوسف وافق وقال لي نمشيو لطنجه. مشاو لطنجة مشاو لافيراي تاع طنجة تماك فين غادي يضربوا البلان. وداكشي اللي وقع مشاو لافيراي وقضاو الغراض واول مرة سمير غادي يقبض دوك الفلوس كلها 20 مليون في دقة واحدة. صافي سمير مع قبض دوك الفلوس قال ليوسف يلا اخويا يوسف رجعوا فحالنا العيون صافي ما قعدنا ما نديرو هنا في طنجة. ويوسف مع كان عنده خي مع الزهول بنات قال لي واخا سمير انت مع جاي مع راجع. قال لي انت قبضت 20 مليون يلا كري لنا صاحبي شي فيلا هنا في طنجة شي فيلا واعرة وجيب لنا الشراب والبنات ويلا نزهاو. وسمير ما تيقدرش يخسر ليوسف الخاطر جاي معاه من العيون حتى لطنجة ما يقدرش يخسر ليه خاطرو. مشاو وكراو واحد الفيلا وجابوا البنات وجابوا الشراب المهم تبلبلات الموسيقى شتي حر ريح البنات الشراب الماكلة تبلبلات المهم ديك الليلة تبلبلات بلبلوها. والفلوس غادا تشاير والفلوس يدي تشاير وبقاو هكا زاهين وكيشطحوا حتى دوار الفجر وكلشي مشى فحالو كاع البنات اللي كانوا مشاو وبقى غي يوسف وسمير في الفيلا الراس في الراس. ويوسف كان حاقد على سمير ومعاه كيشرب وكيجي للمختيرات كيبقى كيفكر غير في سمير صاحبو باللي مشى وخلاه ودار ليه الصابونه. يوسف خرج للجردة تاع الفيلا مع الفيلا اللي كراو كبيره بزاف خرج بدا كيدور وهز واحد الكارو كيتكيف ويبان له واحد البير وبدا كيشوف داك البير كان مهجور. ويوقف حدا البير وعرفوا باللي مهجور ما فيهش الماء وبدا كيفكر في صاحبه ويجي الفكره باش يصفيها صاحبه وبيض ربع عصفورين بحجر بيصفيها صاحبه ومنها بيجي معاه ديك 20 مليون حيت بانت هذيك 20 مليون عينيه خرجوا. ويوسف قال واه بلان زين هذا حنا في مدينه بعيده طنجه بعيده على العيون حتى واحد ما كيعرفنا الا صفيتها ليه ميتي بنادم ميجي. يوسف دخل الفيلا وبقى مقابل صاحبو سمير حتى نعس تحكاو والتم جاي عنده تحت تاثير تاع المخدرات والشراب صفاها ليه قجو. ويز عشيرة جرو وحطو حدا البير وبقى كيجوف في البير هز صاحبو ولاحو في البير ولاح معاه كاع الذكريات والعشرة ونسى الصحبة من كانو هما صغار وما تتفارقوش ورمى في البير الذكريات تاع عمر كاع الذكريات يدوز مع صاحبو رماهم في البير. ودخل الفيلا وبدا كيجمع اي حاجة عندها علاقة بسمير الوراق تاعو التليفون والبسطام كلهم قبضهم ورماهم مع سمير في البير. وكانوا شي عواد وشي حاجة حدا البير رماهم في البير عمر البير وزدو بواحد الشالوقة وبشي حجر. ودخل الفيلا وقعد دام زيان وحيد اي دليل عنده علاقه به هو حيت مول الفيلا ما شافوش هو جاف غي سمير. قالت الفيلا كلها رتبها وجمع الفلوس جمع الاوراق وخرج ورجع فحالو للعيون. نهار الاخر مشى للدار تاع سمير دق في الباب ويسول مولاي الدار العائله تاعو سول مو قال ليه واش مباشركم سمير راه منين انت ما تلاقيت معاه فينا هو هذا هو المثال تاع قتلو ومشى في كنازتو. امه سمير قالت ليوسف واه ما قال لك والو راه قالنا غيمشي لطنجه مع طبيختي شي غارات تماك. خونا يوسف جمع عطوه قال لي لا ما فراسيش ما قال لي والو راه انا منين انت ما بقيت شتو وجيت نسول فيه حتى التليفون تاعو طافي. الوالدين والعائله تاع سمير بداو كيدوروا ليه مشاو ديكلارو وما خلو ما داروا به حماقو باش يعرفوا هاد سمير فين كاين. والبوليس دور التحقيقات مشيت للعيون حتى مشيت لطنجه ولكن كما كتشوفوا العيون وطنجه بعاد ما قدروا يلقاو حتى شي دليل ولا شي راس الخيط. والشرطه قالوا ملي 100% غادي يكون حرق مشى للصبليون حيت ما لقاو حتى شي دليل. وحتى الفيلا اللي كانوا كراو كبيره بزاف والبير شافوا واحد البلاصه مخبيه وبعيده وحتى واحد ما كيوصل ليه واصلا داك البير مهجور. وحتى الفيلا قليله فاش كتكرا ولا تكرات كتكرا غير نهار ولا يومين مع كانت غاليه في الكرا. وتقريبا من بعد 12 عام على هذا الحدث هذا مول الفيلا اللي كانوا كرا سمير ويوسف عنده الفيلا غيبيع ديك الفيلا. وداك خونا اللي شرا الفيلا كان بغى يريب الفيلا كامله ويطلعها يبنيها كلها. جابوا التراكسات والحفاره وبداو كيحفروا بالطبع البير تا هو خاصهم يحفروه وحيدوه. صافي بداو كيحفروا بداو كيريبوا في الفيلا وكيحفروا في البير فواحد القيطه كيحفروا في البير حتى كيجبدوا العظام. في الاول هذوك اللي كانوا كيخدموا تماك سحبوا من دوك العظام تاع شي كلب ولا تاع شي حيوان ولكن فاش جبدوا معاهم حتى الوراق حبسوا هبطوا وبان له بلي العظام تاع بنادم. وديك الساعه دوروا البوليس
أصدقاء عملت لكم واحد طلب، بيت أي واحد دابا كيشوف بنطلبوا أي واحد دابا كيشوف يشترك دابا يفعل جرس ويشترك باش تجي نوصلكم الجديد وباش نحاربوا المحتوى التافه. هذا المحتوى كنديروا جهد كبير باش نقدموا لكم هذا الفيديو اللي فيهم بزاف تاع المعلومات، وتحية لأي واحد اشترك وشكرا لكم بزاف. الشرطة المخضرمة في محاربة الجريمة جاو كيجريو الفيلا وجمعوا العظام وعرفوهم اللي تاع بنادم، جمعوا كاع العظام كلهم وقدوهم وجمعوا اي دليل، يجمعوا الوراق والتليفون والبسطون وحفروا كاع البلايص باش ما يكونش شي واحد اخر مدفون تماك، وداو داكشي للمختبر وقلبوا العظام مزيان وقلبوا حتى الوراق وعرفوا باللي الوراق فيهم السميه تاع سامير وعرفوا حتى الكنيه تاعو وعرفوا كاع المعلومات تاع سامير، معاه كانت لاكارت ناسيونال وكل شيء. وفجور البوليس كيقلبوا لقاو باللي هاد سامير 12 عام باش العائله تاعو كانت تكلارات عليه باللي اختفى. وبالطبع الشرطه العلميه لقات حتى التليفون وفجابوا التليفون قدوه ودخلوا للذاكرة تاعو باش يعرفوا سامير مع من دوا اخر مكالمة اللي كاينة في التليفون. وفاش دخلوا للتليفون ودخلوا المعلومة تاعو كاملين لقاو اخر مكالمة كانت مع واحد صاحبو يوسف، وعرفوا باللي هاد يوسف ساكن في العيون. ديك الساعة الشرطة طلعت للعيون وبداو كيقلبوا كيسولوا ولقاو الدار تاع يوسف، دقوا في الدار سولوا عليه ولقاو يوسف دواو معاه، وديك الساعة داو للكوميسارية. يوسف ما كان مخلوع ما والو، كان فرحان داك النهار ويقول لهم شوفوا أنا عود لكم كل شيء، ولكن بشرط أتخلوني النعس، مشي دابا النعس في الحبس مع 12 عام هادي ما شفتش النعس. هاد 12 عام اللي داس وقت ما بنحط راسي في الناموسية والنعس كنت فكر صاحبي في اللقطة باش كنت نشنقو كيشوف فيا، ديك الشوفة اللي شاف فيا بقات لي في دماغي ما باش تنسى، والشوفة اللي دار فيا الشوفة بأنه تغدر وما كانش كيتوقع شي واحد الشوفة اللي خلاتني بقى ديما كنتفكرها. ولغد ليا يوسف عاود للبوليس كاع هادشي، عاود لهم كاع هادشي اللي عاودت لكم وقال لهم القصه من الاول حتى الاخر، والشرطه حكمت عليه بالمؤبد. ما تنساوش الاصدقاء تفاعلوا مع القصه وتبارطاجوها مع الاصدقاء تاعكم وتخليوا الشعار تاعنا لا للاجرام، ما فيها باش تعطيني لايك وتبارطاج القصه، ولكن اهم حاجه لا للاجرام، واللي كتبها الله يحفظه والله يخلي ليه ميمته.